السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. وفيديو النهاردة هنشرح طريقة تحميل الواتساب الذهبي اخر تحديث، ولو طلب منك تحديث تاني هبقى اسيب لكم رابط تحت الفيديو وعلى طول هجدده بالتحديث الاخير بتاعه. يعني كل ما هينزل تحديث للبرنامج هبقى هجدده وهنزل التحديث الاخير. هتخش على الفيديو دوت وهتنزل تحت في الوصف، هتدخل على الرابط، هتحمل الواتساب الذهبي الجديد. ديت النسخة اللي معانا بنسخة شهر مايو شهر 5 اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة، التوقيت بتاع النهاردة اخر نسخة. قبل ما نبدأ الفيديو هنصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنبدأ الفيديو. اول حاجة هتروح على الرابط تحت الفيديو في الوصف، هتلاقيه بالطريقة دي هتظهر معاك، هتضغط عليها هيظهر معاك بالطريقة دي. هتدوس على تحميل، بعد كده هتدوس على تحميل تاني، هنا تظهر معاك الكلمة دي، هتدوس تنزيل، وكده بيبدأ البرنامج ينزل معاك. هنفتح قائمة التحميلات، اهو البرنامج بيبدأ ينزل. هنستنى لغاية لما يخلص، وكده نخلص اهو تنزيل. هنفتح البرنامج، هيقول لك تثبيت التطبيق، هنقول له تثبيت. تمام، هو كده نزل معانا اهوت زي ما انتوا شايفين، اهو الواتساب اهوت. هندوس له سماح، بعد كده الموافقة والمتابعة، بعد كده هندخل رقم التليفون. هدخل رقم التليفون، هنقول له ليس الآن، إعطاء إذن، ليس الآن، ليس الآن. هنكتب هنا أي اسم انتوا عايزين تكتبوه. كده فتح معانا اهوت الواتساب اهوت الذهبي، فتح معانا بكل امكانياته. طبعا كلنا عارفين ان الواتساب دوت فيه امكانيات جميلة عن الواتساب العادي. عندك اللي انت ممكن تشوف اللي هي الحالة او الستوري بتاع حد من غير ما هو يعرف اللي انت شفتها ولا لا. في عندك اهوت الحماية والخصوصية، اخفاء اخر ظهور، يعني انت ممكن تدخل على الواتساب بتاعك من غير ما حد يعرف ان انت فتحت الواتساب او لا. وفي هنا شوية اعدادات انت لو بصيت فيها هتلاقي فيه مميزات كتيرة في البرنامج. هنا عندك برضو انت لو حد حذف رسالة بعتلك رسالة وحذفها، انت تقدر ان انت تشوفها برضو، وتقدر برضو ان انت تبعت رسالة وتحذفها من غير ما الشخص التاني يشوفها. لو نزلنا تحت كده تقدر ان انت تحط الستوري بتاعك يقعد اكتر من يوم معاك الحالة. ولو انت بتبعت لحد رسالة ومش عايز ان هو يشوف اللي انت بتكتب له، فممكن برضو ان انت تخفيها. هنا هو برنامج كله مميزات. هنرجع كده لورا، في هنا اضافات، هتقدر ان انت تضيف شكل هنا هو للواتساب، هيدخلك على موقع وتحمل منه اشكال كتيرة او موشن. احنا مش عايزينها دلوقتي، هنقفل الصفحة دي، هنطلع من هنا، نرجع تاني على الواتس. تقدر ان انت تغير شكل السيمز بتاعه، تحط اي شكل زي ما انت شايف فيه اشكال كتيرة. ممكن دوت يبقى الشكل اللي انت هتحطه، في عندك كذا شكل تقدر ان انت تغير الاشكال ديت من خلال البرنامج. اه زي ما انتوا شايفين، هندوس على تثبيت، هيثبت معانا اي شكل احنا عايزينه من الاشكال دي. لو دخلنا على شاشة المحادثة، تقدر ان انت تبعت اكتر من 90 صورة مرة واحدة، وتقدر برضو ان انت تبعت رسالة محولة من شخص لشخص آخر من غير ما يكتب لك علامة السهم من فوق ديت، أو تظهر معاك علامة السهم من فوق ديت. الشخص اللي انت بتبعت له رسالة ما يعرفش ان هي متحولة من أكتر من مكان. والبرنامج برضو فيه إشعارات، هنا ممكن يجيب لك إشعار بأن آخر ظهور
انت حد مثلا متابعه وعايز تعرف اخر مرة فتح الواتس امتى، يجيب لك اشعار بيها بيظهر فوق كده في الشاشة من فوق. وبرضو بتقدر ان انت لو هو نزل حالة او ستوري هتظهر معاك، يجي لك اشعار برضو ان الشخص الفلاني دوت نزل ستوري دلوقتي، تقدر ان انت تشوفها. كل دوت بيدعمه البرنامج. هنا الشاشة الرئيسية، احنا دخلنا على الشاشة الرئيسية، هنرجع واحدة ورا كده. شاشة المحادثة، إعدادات التصميم، هنا الألوان. أنت لو عايز يغير اللون في كل تطبيق شامل شاشة الاتصال، يعني هنا ممكن تغير لون شاشة الاتصال وشاشة التطبيق نفسه. هنرجع واحدة ورا كده. ستايل الشكل، أنت على حسب ما أنت عايز تقدر تغير من هنا برضو. كل دوت احنا ايه نجرب التطبيق مع بعض. دوت اهو الواتس اهو، لو فتحنا كده وحبينا ان احنا نبعت رسالة لحد هتظهر معانا القايمة دي. برنامج مميز جدا وحبيت اشرحه لكم. ممكن برضو تقدر تعمل من هنا وضع الداكن، ده هيديلك الشاشة سودة زي ما انتوا شايفين كده. ممكن برضو اللي انت تعمله الوضع الفاتح. حالات بتظهر هنا، تقدر ان انت تشوف حالة اي حد من غير ما يعرف ان انت شفتها، وتنزل الحالة بتاعتك وتقعد اكتر من يوم. برنامج مميز جدا وكل الناس بتدور عليه. حبيت ان انا انزله لكم على القناة عندي، ولو في اي استفسار سيبوها لي في التعليقات تحت وانا هرد على كل التعليقات اللي انتوا بتبعتوها. ولو البرنامج وقف معاكم في اي وقت وطلب تحديث ابعتولي في الكومنتات وهسيب لكم رابط للتحديث الاخير بتاعه. اي حد هيبعتلي كومنت فيه ان هو البرنامج بتاعه وقف وطلب تحديث هرد عليه على طول برابط للتحديث الاخير بتاع الواتساب. دوت كان فيديو النهاردة، اشوفكم على خير. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة. شكرا ليكم، اشوفكم على خير.